ألعاب الفيديو مثلها مثل أي وسيلة ترفيه ممكن يكون بمحتواها في شوية أشياء ما تناسب بعض الثقافات والدول، وبالتالي هالشي بيؤدي إلى منعها. وأظن نحن في الدول العربية خبرة بهالشي، في كثير ألعاب انمنعت عنا على مدى التاريخ. بس في بعض الأحيان في ألعاب عادية انمنعت في دول لأسباب جدا غبية، فهذا موضوع فيديو اليوم، 10 ألعاب انمنعت في دول لأسباب جدا غبية. فيلا خلنا نبدأ. هذا الفيديو الثالث والأخير اللي عليه giveaway على كرت الشاشة RTX 2080 Ti، وإن شاء الله فيديو التوب 10 القادم رح أعلن اسم الفائز. فإذا حاب تدخل بفرصة الفوز عليه، كل عليك سويه ادعم فيديو بزر اللايك، اشترك في القناة، واترك أي تعليق مع وسيلة التواصل لك. وهذا الفيديو برعاية موقع وبرنامج الموفر. الموفر موقع جدا رهيب وأظن كلكم رح تستفيدوا منه. طيب شو بيسوي الموقع أو البرنامج بالضبط؟ من اسمه الموفر، بيوفر عليك فلوس. إذا كنت تشتري أونلاين من أي موقع، دائما قبل ما تدفع بيسألوك هل عندك كوبون أو فاوتشر، ومعظمنا ما بيكون عندنا هالشي وبنكمل شراء بدون أي كوبونات. هذا شغل موقع الموفر. موقع الموفر بيجيب لك كوبونات خصم لكل المواقع اللي بتخطر ببالك، مثل ما شايفين قدامكم كثير مواقع، نمشي، أمازون، هانجر ستيشن، نون وغيرهم كثير. فمرة ثانية قبل تشتري أي شيء أونلاين، ادخل على موقع الموفر، اختار الموقع اللي رح تشتري منه، ورح تلاقي فيه كوبونات خصم، استعملها ووفر على نفسك. رابط الموقع ورابط تحميله على الموبايلات موجودين بالوصف. ويلا خلينا نبدأ بالفيديو. بالمرتبة العاشرة عندنا لعبة مارك إيكو جيتينج أب. هي لعبة قديمة نزلت عام 2006، كانت على أيام البلاي ستيشن 2. اللعبة تم حظرها بأستراليا بالكامل، بقارة أستراليا، لسبب واحد واللي هي انه البطل باللعبة فينو يرسم على الحيطان. الرسم الجرافيتي اللي جدا منتشر ببلدان اوروبا وبلاد الغرب، اللي الناس بيرسموا على الحيطان رسمات معينة او كتابات، لان باستراليا عندهم قانون اي لعبة فيها عمل اجرامي، اي عمل اجرامي مهما كان بسيط راح تنحضر على طول بالدول. واستراليا من اكثر الدول بالعالم اللي بتحضر العاب، يعني لو بتشيك الالعاب المحظورة عندهم راح تلاقي كل اجزاء جراند ثيفت اوتو او حرامي السيارات، العاب فول اوت، ذا ويتشر، ليفت فور ديد، كثير العاب ضخمة انحضرت لأسباب تافهة. نفس هنا انه البطل عم يرسم على الحيطان، راحوا حضروا اللعبة بالكامل. بالمرتبة التاسعة لعبة Fallout 3 اللي تعتبر من افضل العاب بالسلسلة، تم حظرها بالكامل بالهند، والسبب بكل بساطة هو انه فيها بقرة عندها راسين. اللي ما يدري قصة لعبة Fallout انه صار انفجار قنابل نووية بكل العالم، وبعدين عم تلعب بالناس اللي ضلوا عايشين، فبتلاقي كتير مخلوقات غريبة موجودة باللعبة على اثر الانفجار النووي هذا. وهذا شيء طبيعي على فكرة، منلاقي كتير ناس او حيوانات عندهم اطراف زيادة، ايد، رجل او راس، يا اما بمشاكل وراثية او بتغير بالجينات. والراديشن من الانفجار النووي معروف انه بيسبب مشاكل بجينات الكائنات الحية. المهم الهند ما يهمهم هالكلام هذا كله، البقرة عندهم ياها مقدسة بالهند، اظن بيشوفوها كإله او شيء من هالكلام. فانه لعبة فيها بقرة براسين، هذا بالنسبة لهم انك عم تسب دينهم او عم تتمسخر على إلههم، فمنعوا اللعبة بالكامل من الدولة. بالمرتبة الثامنة خلينا نرجع لأستراليا مرة ثانية. أستراليا حضرت لعبة دايزي بالكامل اللي تعتبر من اول العاب الباتل رويال بالعالم. دايزي مثلها مثل اي لعبة باتل رويال، فيها خريطة، عالم مفتوح، والخريطة فيها كثير اشياء. احد هالاشياء عندك حشيش، مو الحشيش اللي تشوفه بالحدائق، لا، الحشيش اللي هي النبتة اللي فينك تدخنها. وكان الحشيش يستعمل باللعبة كمادة فينك تعبي فيها حياتك وتزود منها قوتك، وهذا شيء حقيقي على فكرة. الحشيش له استعمالين، الاستعمال الاول اللي يدخن وكذا، والاستعمال الثاني هو استعمال طبي بيستعملوه بكتير من الادوية ومسموح بكتير دول من العالم. فهذا كان مقصد الشركة لما حطوه باللعبة، ما حطوه عشان يروجوا الحشيش للاطفال ويدخنوا كذا، لا، حطوه لانه فعلا له استعمالات طبية، وحطوه باللعبة كشيء فينك تعبي فيه حياتك. بس استراليا ما اقتنعوا، قالوا لا، وحظروا اللعبة بالكامل. فراحت شركة اللعبة سوت تحديث وشالت الحشيش من اللعبة، مو بس بالنسخة الاسترالية بل بكل النسخ بالعالم، لانها لعبة باتل رويال اونلاين، فما يقدروا يشيلوا شيء من مكان ويخلوه بمكان ثاني. وهي من الحالات النادرة اللي بنشوف فيها شركة لعبة بتغير شيء بلعبتهم عشان يشيلوا الحظر. عادة بس الحظر اللعبة بشيء مكان يخلوها محظورة عادي. بس شكله كان في كتير لاعبين للعبة من استراليا، والشركة ما بدها تخسرهم. بالمرتبة السادسة حظر لعبة كول اوف ديوتي مودر وورفير بروسيا. مودر وورفير اخر واحدة اللي نزلت سنة 2019، ما قاعد اتكلم على اجزاء مودر وورفير القديمة. والشيء الغريب
هو انه ما عطونا سبب للحظر، بس 99% السبب هو انهم طالعين الروس اشرار بطور القصة باللعبة. اللي لعب طور القصة بكول اوف ديوتي مودرن وورفير راح تعرف كيف مطلعين الروسيين باللعبة. طيب بس ممكن حد يقول انه كول اوف ديوتي دائما بيطلعوا الروسيين كاشرار، حتى اخر جزء بلاك اوبس كولد وور مطلعين الروسيين كاشرار، اجزاء مودرن وورفير وبلاك اوبس القديمة دائما مطلعين فيهم الروسيين كاشرار. ايش معنى مودرن وورفير بالذات اللي حضروها؟ حسب تحرياتي انه من زمان لما كانوا يطلعوا الروسيين اشرار كانت دائما احداث القصة تكون بعالم خيالي او تكون بالماضي بالحرب العالمية الثانية او بحقبة الحرب الباردة وحرب الفيتنام. ونفس الشيء مودرن وورفير كانت بعالم خيالي بمدينة اسمها أورزكستان، ما لها موجودة بالحقيقة، بس اللي لعب القصة جدا جدا واضحة انه قصدهم على شيء حقيقي قاعد يصير حاليا. احداث القصة انه في هجوم او احتلال روسي لدولة عربية، والروسيين عم يستعملوا اسلحة كيميائية عشان يقتلوا ناس ابرياء، وفي قوات او ثوار من هالدولة عم يقاتلوا الاحتلال الروسي ومدعومين من امريكا، وفي قوات ثانية عم تقاتل الاحتلال الروسي بس هالقوات ما لهم مدعومين من اي مكان، وهالقوات الثانية متطرفين وبيعملوا هجمات إرهابية بدول أوروبية كثير. فلو بتجمع هالكلام على بعض بالقصة راح تعرف الشركة شو قصدهم، وروسيا فهموا هالشي وعصبهم عشان كذا منعوا اللعبة. بالمرتبة الخامسة حضر لعبة المقاتلة MMA بالدنمارك لترويجها لمشروبات الطاقة. الدنمارك حطوا حظر على جميع إعلانات مشروبات الطاقة بكل أشكالها، ومعهم حق، مشروبات الطاقة مضرة، وكل ما قل التسويق كل ما أقل ناس رح يشربوها. أوكي أدري إنه أنا وراي بالغرفة في ثلاجة ريد بول، بس مشو ياها المرة. المهم نرجع لموضوعنا، لعبة MMA مثلها مثل أي لعبة رياضة بيحطوا فيها إعلانات على الجنب، يعني لعبة فيفا لما تلعبها بتلاقي نفس مباريات كرة القدم الحقيقية، في إعلانات للبلاي ستيشن لكذا بتطلع على حواف الملعب. نفس الشيء لعبة MMA على أرضية الملعب وحوافه حاطين شعار مشروب طاقة اسمه روكستار، وهذا كان سبب كافي عشان يحضروا اللعبة بالكامل بالدنمارك. الشيء الغريب انه في لعبة اسمها Death Stranding، هاللعبة فيها ترويج لمشروب الطاقة اسمه مونستر، وفيها ترويج اكتر بكتير من MMA. يعني حرفيا وقت شخصيتك باللعبة يتعب او يقرب انه يموت رح يشرب مشروب الطاقة مونستر ورح يرجع قوي ويرجع بكل نشاطه. وهي اللعبة ما انحضرت بالدنمارك، يعني اللعبة اللي حطت فقط شعار مشروب الطاقة انحضرت، واللعبة اللي عم تروج لمشروب الطاقة انه بيعطيك قوة ما حضروها. شيء جدا غريب الصراحة. بالمرتبة الرابعة حضر لعبة ببجي موبايل بالهند. هاي ضربة جدا جدا قوية لببجي موبايل، لانه اكثر من 70% من لاعبين اللعبة هم من الهند. اللعبة ما انحضرت بس بالهند، لا بل انحضرت بدول عربية نفس العراق والأردن، بس كان حظر مؤقت وشالوه. الحين أدري إنه عدد جدا كبير من متابعين هالفيديو بيلعبوا ببجي موبايل، ورح أعطيكم معلومة أظن معظمكم ما بيعرفها، واللي هي إنه 90% من لاعبين ببجي موبايل هم من الهند وباكستان ودول شرق آسيا والدول العربية. يعني نادرا ما تلاقي حد بأمريكا أوروبا أو كندا بيلعب ببجي موبايل. والسبب على الأرجح إنه بالدول الغربية الأحوال المعيشية أفضل، فمعظم الناس عندهم أجهزة ألعاب سواء بلاي ستيشن أو البي سي، فبالتالي بيلعبوا ببجي العادية الموجودة على البي سي أو كول أوف ديوتي أو غيرها من الألعاب. بينما دول نفس الهند وباكستان وشوي من الدول العربية الأحوال المعيشية شوي أسوأ، ومو الكل عنده أجهزة بس الكل عنده موبايلات وفينه يلعب ببجي على الموبايل. المهم نرجع لموضوعنا، فوق 70% من لاعبين ببجي موبايل من الهند، واللعبة تم حظرها بشهر 9 من سنة 2020 بالكامل بالهند. والسبب مو والله انه اللعبة فيها عنف او قاعد تضيع وقت الناس، لا، بكل بساطة الشركة اللي بتسوي لعبة ببجي موبايل هي شركة تنسنت، شركة صينية، وفي خلاف بين حكومة الهند والصين بالوقت الحالي، فالهند قاعدة تحظر اي شيء له علاقة بالصين. الحين اللاعبين فينهم يلعبوا اللعبة لو استعملوا برامج VPN او غيرها، بس عدد جدا كبير من اللاعبين كاجوال وما بيعرفوا بالVPN ومن هالكلام، ومتأكد شركة ببجي موبايل اخذت ضربة جدا قوية على هالقرار. بالمرتبة الثالثة حظر منصة اللعب على البي سي ستيم بالكامل بماليزيا. في لعبة اسمها Fight of Gods نزلت عام 2017، واللعبة اثارت الجدل لانه كانت لعبة قتال بس الشخصيات هم آلهة، آلهة الاغريق على الفايكينج على الفراعنة وغيرهم من الخرافات، بس كان فيها شخصيات اغضبت الناس نفس نبي الله عيسى وموسى عليهم السلام.
فماليزيا حضرت اللعبة وشيء كويس انهم حضروا اللعبة الصراحة، بس بعدين راحت وحضرت منصة ستيم بالكامل لانها باعت اللعبة. اللي ما يدري منصة ستيم هي الشيء الاساسي للعب على البي سي، كيف على الموبايل عندك مثلا البلاي ستور تحمل منها العاب، او البلاي ستيشن عندك بلاي ستيشن نتورك، ستيم هو الاساسي للبي سي، بدون نص الالعاب ما فينك تلعبها. بعد مناقشات طويلة بين مدراء منصة ستيم والحكومة الماليزية قرروا يمسحوا اللعبة من ماليزيا وشالوا الحظر عن ستيم بعدين. فتخيل حالك لاعب بي سي بماليزيا عام 2017، فجأة ستيم انحظر وتقريبا خلاص ما يمديك تلعب على البي سي إلا ألعاب قليلة موجودة على محركات ثانية. بالمرتبة الثانية عندنا لعبة اسمها مانهانت أو صيد البشر، اللعبة من إنتاج شركة روكستار نفس اللي سوت جي تي اي، واللعبة فيها عنف بشكل جدا كبير، حرفيا دورك باللعبة انك تقتل البشر وتعذبهم. اللعبة ما منعت بكثير من الدول لانها مجرد لعبة، الا بدولة نيوزيلندا. نيوزيلندا حظروا اللعبة بالكامل، ما في اي طريقة تقدر تشتري فيها اللعبة هناك، وغير كذا لو بشكل من الاشكال قدرت تاخذ اللعبة ولعبتها وحكومة مسكتك فراح تحبس مدة سنة، اي راح تدخل على السجن سنة كاملة وراح تتغرم 20,000 دولار. تخيل كل هذا راح يصير لك لو قررت تلعب اللعبة هناك. الحين اللعبة مثل ما قلت لكم جدا عنيفة، بس يعني ما تستاهل هالعقوبة المشددة للشخص اللي راح يلعبها. بالمرتبة الاولى دولة فنزويلا حضرت اي لعبة فيها شوتينج، اي مثل ما سمعتوني ما حضرت لعبة ولا اثنين ولا عشرة ولا مية، لا حضرت كل الألعاب اللي فيها أسلحة طخطخة أو أي شكل من أشكال العنف. يعني تقريبا 60 أو 70% من كل الألعاب بالعالم ممنوعة بفنزويلا، ما تقدر تلعب إلا ألعاب سيارات، فيفا، كرة قدم أو رقص ممكن. يعني حرفيا نص الألعاب أو حتى أكثر من النص بكتير تم منعها بفنزويلا. واللي طلع هالقرار هو رئيس فنزويلا ب 2009 هيوغو تشافيز، وقال السبب من وراء الحظر انه في كتير جرائم قتل وعنف عم تصير بفنزويلا يوميا، فلو منعوا هالالعاب ممكن يخفوا هالجرائم. بس الناس مو مصدقينه، لانه طلع هالقرار بعد نزول لعبه اسمها ميرسينري، واللعبه حاطين فيها شخصيه رئيس فنزويلا نفسه كشخص شرير، فشكله عصب وقرر يمنع كل الالعاب من الدوله. في يا شباب هذا الفيديو اليوم، اتمنى يكون عجبكم. اتمنى نهاية الفيديو لا تنسوا تعطوا الفيديو زر اللايك، وشاركونا بالتعليقات شو اكتر حظر للعبة بهالفيديو كان غبي. وبس كان معكم شركية شركة كيش، كم فيديوهات تانية ان شاء الله، مع السلامة.